قصة يوسف عليه السلام الجزء الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طلع الصبح يحمل البشرى بيوم جديد. يستيقظ الصغير الحبيب يوسف صبوح الوجه كالبدر ليلة اكتماله. ضوء الشمس التي كانت والقمر رفيقي نومه لا يقوى على إخفاء هذا الحسن الرطيب. نبهته من نومه رؤيا. استيقظ وهي بخاطره. رأى 11 كوكبا، الشمس والقمر أيضا يسجدون له. لم يمر هذا الحلم على الغلام الصغير دون أن يشغل باله ويجتهد في الاهتداء إلى تأويل له. لم يطل به التفكير كثيرا، فهو ربيب بيت النبوة والعلم والحكمة. هرع إلى أبيه نبي الله يعقوب يقص عليه رؤياه. تفرس الوالد في صغيره الذي امتلك حبه قلبه، ورأى فيه من السمات ما لم يره في أبنائه الكثر. وها هو ذا الصغير يبوح بالرؤيا لوالده، وجاءته البشرى من الله تحمل في طياتها ما لا يقوى الصغير على تبينه حتى حينه. إذ يدرك نبي الله يعقوب مغزاها وينبئ ولده بالقادم القريب ولو بعد حين، وهو اصطفاء الله له من أحفاد إسحاق بن إبراهيم. كان يعقوب عليه السلام يحب أبناءه، وكان ليوسف وأخيه الشقيق محبة خاصة في قلبه. ويعلم يعقوب أن في نفوس أبنائه 10 شيئا من الغيرة تجاه يوسف خاصة. لذلك حرص أن يحفظهم من كيد شيطانهم، وأن تبقى هذه الرؤيا سرا لا يعلمونه. وبهذا أوصى يوسف، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وتمر الأيام، ومحبة يوسف تزداد في قلب أبيه يعقوب، وحرصه عليه وعلى عدم فراقه يبدو جليا. أما الإخوة فلا تزال الغيرة تستبد بهم،
ويرون والدهم مخطئا في إيثار يوسف وشقيقه بالمحبة عنهم، حتى اجتمعوا لتبريد تلك النار التي تشتعل في صدورهم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وفكروا في حل يخلصهم من هذا الذي يقف عقبة في طريق قلب أبيهم ليخلو لهم، وكاد لهم الشيطان كما كاد من قبل لولد آدم، فكان القتل خيارهم. هكذا ذهب بهم تفكيرهم أن يقتلوه بأيديهم أو يجعلوه طعاما لوحوش البراري، إلا أن بعض رحمة خرجت من واحد منهم. لم يهن عليه وهم أبناء نبي أن تخرج منهم هذه الفعلة الشنيعة فتتلوث أيديهم بدماء أخيهم الذي لا يزال غضا طريا. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. كان هذا الخيار أخف الضرر بالنسبة إليهم. رميه في بئر بجوار بيت المقدس حيث القوافل تروح وتجيء، لعل قافلة منهم تحمله معها وبذلك ينصرف بعيدا عنهم دون أذى يصيبه. ويأتي وقت تنفيذ الخطة، ويقرر إخوة يوسف أن يذهبوا بنزهة إلى البراري فيراود يعقوب عليه السلام عن يوسف ليسمح لهم باصطحابه معهم. أقبلوا إليه بثوب المحب الحنون. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. كان الطلب صعبا على قلب يعقوب، إنه الحبيب يوسف، كيف له أن يفارقه وهو فلذة الكبد ومهجة القلب؟ كيف له أن يأمن عليه من إخوته ومن تلك البراري حيث الوحوش قد تتصيد المرأة كما يتصيد الذئب الغنم القاصية؟ قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فما كان من الأبناء إلا أن تباهوا بعصبتهم وقوتهم وأنهم قادرون على حفظ أخيهم، فكيف للذئب أن يأكل يوسف أو يقترب منه بأذى وهم من حوله راعون؟ وهكذا دار الحوار بين الأب وأبنائه، بين رفضه وتحايلهم، حتى وافق الوالد عن كره.
أقبل الصباح وانطلقوا حيث يبغون، ذاهبين بيوسف إلى مصير يجهله. مضى النهار كما ظن يوسف في لهو ولعب، ولما أقبلت الشمس على المغيب وحان وقت الرجوع، خلع إخوة يوسف القميص عنه وهو يحسبهم من اللاعبين، ثم دلوه لقعر بئر ضحلة الماء. وغادروا بلا رجعة. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ابتعد الإخوة تاركين فلذة كبد أبيهم وحيداً بعيداً عن حضنه الدافئ في وحشة هذا السجن الصغير الضيق وظلام الليل. وحتى يتمموا بنود المؤامرة، لطخوا قميص يوسف بدم غير دمه ليقنعوا أباهم بصدق مزاعمهم. وصلوا إليه عشاء من دونه، وعيونهم تمتلئ بدموع كاذبة كشأن الدماء التي على قميص أخيهم، وأعذارهم قد حضروها مسبقا. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. انفطر قلب الوالد على حبيبه الفقيد، وبان في صدره كذب أبنائه الذين نفوا عن أنفسهم الصدق من زلات لسانهم. ها هو قميص يوسف لم تمزقه أنياب الذئب، فأي أمر سولت لهم أنفسهم ارتكابه؟ صبر الوالد واستعان على مصابه بالله. أما يوسف فقد كان ينتظر قدر الله، بات ليله عاري الجسم وحيدا مفكرا بمصير أبيه الحزين على غيابه، لكنه كان يعلم أن الله لن يتركه وحيدا، وأن دعوات أبيه الحكيم لا بد أن ترافقه. وجاء الصباح يحمل الفرج للخروج من هذا السجن الصغير. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
ظن وارد القافلة وهو يرفع دلو البئر أن ثمة ماء فيه، لكنه فوجئ بوجه بريء يطل عليه، وبشر القوم خيرا. ظنوا أنه فتى شرد من إحدى القوافل، وبيعه فرصة لكسب المال، لكنهم تفحصوا في الغلام فلم يجدوا فيه علائم الرق، ومع ذلك أخذوه وأخفوه في بضاعتهم التي سيبيعونها. وحطت القافلة رحالها في مصر، وضم يوسف إلى بضاعة القوم المعروضة للبيع. كان وجهه الوضاء وسماته الحسنة من شأنها أن تجعل كبير رجال الحاكم يختاره ليضمه إلى قصره، ورضي القوم بالبيع مقابل دراهم زهيدة لم يكونوا ليرضوا بها لو كانت لبيع رقيق. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انتقل القدر بيوسف من أن يكون في بضاعة قافلة ليكون ربيبا في قصر كبير القوم الذي توسم فيه خيرا، فوضعه أمانة في يد زوجته وأوصاها بحسن رعايته، فعاش مكرما يقوم ببعض أعمالهم في جدة وأمانة. شب به طود الطفولة، وظهرت عليه علامات الفتوة والقوة، وهو لا يزال يزداد حسناً على حسنه، ويتميز بصفاته الحميدة وأمانته ونجابته. ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً، وكذلك نجزي المحسنين. شب يوسف على مرأى من زوجة العزيز بجماله وشبابه، فشغل فكرها وعينها وهي تلحظه في الغدو والرواح، فامتلأ قلبها حبا له وعشقا، تحينت فرصة غياب رب بيتها عنه وانشغال الخدم بأمورهم، فأحكمت إغلاق الأبواب المؤدية لمخدعها، واستدعت يوسف لأمر من شؤونه، حتى إذا حضر لتلبيتها إذ بها هيأت نفسها للغواية. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ما كان للصديق الطاهر أن يستجيب لها ولا أن يخون أمانة رب البيت الذي أحسن رعايته، وما زالت تحاول استمالته
وهو يأبى ويعظها ويذكرها بالله تعالى ويعظم الأمر الذي هي فيه والظلم الذي تجره على نفسها وعليه. ويحفظ الله الصديق يوسف ويصرف عنه السوء والفحشاء. وكان لابد من الفرار من قبضة الفتنة، فانطلق نحو الباب والمرأة خلفه تحاول الإمساك به لكي لا يهرب. وفي سباقهما هذا أمسكت بقميصه فشق. هناك حصل ما لم يكن بحسبان المرأة. الزوج واقف على الباب وفوجئ بهذه الصورة، زوجته في ثوب غوايتها ويوسف ممزق قميصه من الخلف. وكما تفاجأت هي من مقدمه، سارعت بكيدها برمي التهمة على يوسف، بل وإطلاق حكم بضرورة سجنه. لكن يوسف دافع عن نفسه. قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وهكذا أدلى أحد حكماء القصر بشهادته، وظهر الحق لرب الدار، إذ رأى قميص يوسف قد مزق من الخلف، وعرف أن الأمر لم يخرج عن أن يكون مكيدة دبرتها زوجته، فطلب من يوسف أن يتجاوز ما حصل وينساه، ومن زوجته الاستغفار على ما كان من خطيئتها. وتمر الأيام وتضيق الصدور بأسرارها، ويتسرب الخبر لنسوة في المدينة يتحدثن عن جرأة صاحبة الملك والنفوذ التي بلغ بها الضلال إلى أن تراود فتاها عن نفسه، وأن تغرم بحبه حتى يمتلك عليها شغاف قلبها. وصلت أصداء حديث النسوة إلى امرأة العزيز، وحز ذلك في نفسها، ففكرت بمكيدة تظهر بها نفسها في موضع القوة والحق. فهيأت لأولئك النسوة مجلس سمر، قدمت لهن الثمار والطعام، وأعطت كل واحدة منهن سكيناً لقطع الطعام. وفي تلك اللحظة التي استوثقت من حيازتهن السكاكين، نادت يوسف ليقوم ببعض أموره. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن: حاش لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. انبهرن بحسن يوسف حتى جرحن أيديهن عند مرآه. كان ذلك بمثابة انتصار مزعوم لامرأة العزيز، بررت
به فعلتها، بل استقوت وتمادت وهددت بسجنه ما لم يطع أمرها. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. ولاذ الصديق بمولاه ودعاه سبحانه أن يصرف عنه كيد النسوة الذي تعاظم، وألا يضعه في موضع يمتحن فيه بحيائه وعفته. ولو كانت النجاة منهن بالسجن، فسجن الجدران أحب إليه وأرحم من سجن القصر ومفاتنه. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ويكون يوسف في حفظ مولاه، ويقررون سجنه حتى تنسى الحادثة وتصمت الألسن، ويقدر الله أمرا كان مفعولا.